زي ما اتكلمنا وقلنا ان هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، مائل الحراره رطب ليلا، حار على اغلب الانحاء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الجو النهارده هيبقى عامل ازاي من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الفل عليك يا دكتور. يعني الجو النهارده حر زي ما اتكلمنا من شويه يا دكتور، وقلنا ان درجه الحراره هتبقى 39، سبب ارتفاع درجات الحراره ده ايه؟ صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. بالفعل اليوم هنوصل لذروه ارتفاع قيم درجات الحراره، يمكن وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بدانا من امس الخميس ارتفاع في قيم درجات الحراره. ده بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، الكتل الهوائية الصحراوية دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، اليوم هترتفع بمعدل 3 ل4 درجات وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية خلال فترة النهار. كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن ده كله هيكون في المحافظات الداخلية، يعني محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات الصعيد، لأن كل ما اتجهت جنوبا طبعا قيم درجات الحرارة بتزيد، الأجواء بتكون أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير في معظم المحافظات، فيما عدا بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية دي الكتل الهوائية الشمالية تبدأ تأثر عليها فيحصل فيها انخفاض عن امس، لان الامس كانت ذروه الارتفاعات في المناطق دي، فبالتالي المناطق المطله على البحر المتوسط من المنطقه الغربيه قيم درجات حرارتهم هتكون ما بين 32 و33 واجواءهم هتكون اجواء حاره فتره النهار. كمان الصغرى اتاثرت فتره الليل، يعني احنا رغم غياب اشعه الشمس وبيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن احنا الليله الماضيه الصغرى اتاثرت بشكل كبير وكانت مرتفعه وصلت 28 و29 درجه مئويه فتره الليل. لكن بشكل تدريجي في الليله اللي جايه ان شاء الله هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى وتنخفض، اللي هي الليله النهارده، الليله بتاعت النهارده باذن الله هتكون الصغرى فتره الليل ما بين 26 ل27 درجه مئويه، لان زي ما قلنا في الاول النهارده ذروه الارتفاعات، يعني اعلى قيمه درجه حراره هنسجلها هتكون النهارده. من بكره السبت ان شاء الله هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من 4 ل5 درجات، والانخفاض ده يستمر معانا على مدار الاسبوع اللي جاي كله. فبكره السبت متوقع عظمى على القاهره الكبرى 35 درجة مئوية، فأنا هحس بفرق قيم درجات الحرارة ما بين النهاردة وبكرة إن شاء الله. مزيد من الانخفاضات هتكون معانا الحد والاثنين، لأن احنا متوقع كمان تكون قيم درجات حرارة 32 و33 درجة مئوية على مدار الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ويمكن ده يتزامن مع البداية الرسمية لفصل الخريف يوم الحد اللي جاي، يمكن كمان يتزامن مع بداية العام الدراسي، فهنحس بأجواء خريفية بشكل كبير على مدار الأسبوع اللي جاي. ده بسبب إن الكتل الهوائية ترجع تاني، كتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وأيضا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هنلاقي سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم. فالنهاردة هو ذروة الارتفاعات، مع الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحرارة عندنا كمان بعض الأتربة والشوائب العالقة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية اليوم، هنلاحظها في القاهرة الكبرى، في محافظات الوجه البحري، في محافظات شمال الصعيد، هنلاقي في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المحافظات فيما عدا بعض المناطق من جنوب سيناء هيكون عليها نشاط للرياح، ونشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، أنا بتكلم تحديدا عن اليوم اللي هيكون هو ذروة الارتفاعات. كمان في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل. الفترة اللي جاية بشكل كبير إن شاء الله بعد ما نعدي الارتفاعات هنبدأ نلاحظ الانخفاض الملموس والملحوظ في قيم درجات الحرارة في فترات الليل، فمهم جدا ناخد بالنا الفترة اللي جاية من فرق قيم درجات الحرارة اللي هنحسه ما بين فترات النهار وفترات الليل. فترات النهار دايما هيكون فيها استقرار ودفء، فترات الليل ممكن
في بعض الايام نحس بالبروده. بالظبط، ممكن نحس بالبروده. كثافه الشبوره المائيه كمان هتبدا تختلف مع دخولنا في فصل الخريف، كثافه الشبوره المائيه بتبدا تزيد، يعني تاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق بشكل كبير. فمهم جدا في الفتره اللي جايه ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. متابعتي للنشره الجويه هتخليني اعرف ايه الظواهر الجويه المختلفه وابدا اقنع نفسي مع اي ظواهر جويه مختلفه. مهم النهارده مع الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان اكيد هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. لو اضطريت للخروج في وقت الظهيره اللي هو من 12 الظهر ل 4 5 العصر يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس، سنتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وتكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه. على كل حال احنا اكيد بنتابع مع حضرتك اول باول اخبار الطقس كل يوم، ويعني حلو ان الفتره الجايه درجات الحراره هتنزل بشكل ملحوظ. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده في اغلب المحافظات، ونبتدي مع محافظه القاهره العظمى فيها 39 والصغرى 25، العاصمه الاداريه 39 الصغرى 25، الاسكندريه العظمى 32 22، العالمين الجديدة 33 الصغرى 25، مطروح 32 24، دمياط 31 24، بورسعيد 23 32، الإسماعيلية 39 و25، السويس 39 24، العريش 33 23، كاترين 33 18، طابة 33 26، حلايب 37 28، شلاتين 41 27، شرم الشيخ 40 28، الغردقة 40 28، الفيوم 40 25، بني سويف 40 25، الوادي الجديد 42 الصغرى 28، أسيوط 42 25، سوهاج 42 27، إنا 43 27، الأقصر 43 27، أسوان 43 28. دي كانت درجات الحرارة بالتفصيل في محافظات الجمهورية.